بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبتدئ بإذن الله تعالى شرح القصيدة التائية في القدر لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى. القصيدة التائية، هي سميت قصيدة، تلاحظون مرات نقول منظومة، مرات نقول قصيدة. القصيدة اللي هي على غير بحر الرجز، نكون على بحر آخر، هي على البحر اللي يقال له البحر الطويل، وفعول مفاعيل فعول مفاعيل، اللي درس منكم في العروض يعني. فعول يعني زي حركتين سكون، حركة سكون، مفاعيل حركتين سكون، حركة سكون، حركة سكون، ويتكرر هذا الأمر يعني فعول مفاعيل فعول مفاعيل الشطر الأول، وبعدين مثلها في الشطر الثاني. فهذه القصيدة يعني كانت جوابا على سؤال من رجل رافضي معتزلي، اسمه محمد السكاكين أو محمد ابن السكاكين. الرافضي المعتزلي جعله على لسان سائل ذمي، يعني هو كتب أبياتا وجعل هذه الأبيات ثمانية أبيات جعلها على لسان سائل ذمي، يعني من أهل الذمة، كأنه يهودي أو نصراني يعترض على قدر الله تعالى، يعني كما سيأتي شرحه. فأورد هذا السؤال، وبعث هذا السؤال إلى كثير من علماء العصر، يعني لم يبعثه فقط إلى ابن تيمية رحمه الله، بل بعثه إلى كثير من معاصريه، أو يعني نقل السؤال إلى كثير من معاصريه. وكون السائل هو اللي هو ابن السكاكيني، هذا جزم به الإمام ابن كثير رحمه الله، وهو تلميذ شيخ الإسلام يعني ومعاصر لهذا، وتابعه على ذلك الحافظ ابن حجر والسخاوي والشوكاني وآخرون. هناك الإمام السكي رحمه الله في طبقات الشافعية ذكر يعني هذه الأبيات، وقال يقال إنه نظمها ابن البقر، رجل زنديق يعني معروف بالزندقة وقتل على زندقتها وكذا، فقال يقال يعني بصيغة التمريض يعني من غير جزم. لكن الذي جزم به الإمام ابن كثير رحمه الله وأكثر العلماء أنه هو رجل رافضي مشهور يعني في معاصر ابن تيمية رحمه الله، اسمه محمد بن السكاكين، فكتب هذه الأبيات وأرسلها إلى شيخ الإسلام وغيره. وكما ورد في ترجمة شيخ الإسلام رحمه الله أنه لما ورد عليه السؤال، كما ذكر هذا معاصره يعني ذكر الإمام ابن كثير وغيره، أنه لما ورد السؤال على شيخ الإسلام رحمه الله في ثمانية أبيات فأجاب على البديهة قبل أن يقوم من مجلسه، سؤالك يا هذا سؤال معاند، وأنشد الأبيات يعني 125 بيتا إجابة على البديهة في نفس المجلس، من نفس البحر ونفس الروي، من نفس البحر الطويل وعلى نفس حرف الروي اللي هو التاء المكسورة. وهذا تكرر من شيخ الإسلام كثيرا، يعني كان ترد عليه الأسئلة شعرا فيجيبها شعرا بنفس البحر ونفس الروي، يعني على البديهة في المجلس رحمه الله تعالى. كما ذكر هذه القصيدة التائية لها ثلاثة شروح، يعني شرح الإمام نجم الدين الطوفي الحنبلي، وهذا الشرح مخطوط لم يطبع، والشرح الثاني هو شرح الشيخ عبد الرحمن السعدي، عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، هو شيخ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهذا الشرح اسمه الدرة البهية، شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية، وهذا الشرح مطبوع. الشرح الثالث للشيخ محمد بن إبراهيم الحمد من المعاصرين، الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد، وهو شرح مطبوع، وذكر فيه أنه استفاد من الشرحين السابقين، شرح الطوفي والسعدي، وزاد عليهما
وإن شاء الله يعني نستفيد في الشرح من شرح الشيخ الحمد، إن شاء الله نقتبس منه يعني ما تيسر إن شاء الله، ونعلق على أبيات أو قصائد. كما ملخص يعني لما ذكره الشيخ الحمد، يعني أنه لما ورد سؤال ابن السكاكيني إلى عدد من الأئمة المعاصرين إلى الشيخ الإسلام رحمه الله، أجابوا عنه شعرا أيضا بنفس البحر. هناك عدة تائيات في القدر، واحدة من تائيات الشيخ الإسلام، وهناك ست تائيات أخرى جوابا عن نفس سؤال ابن السكاكيني، يعني نفس السؤال هذا، فأجاب عنه ستة آخرون من معاصري الشيخ الإسلام رحمه الله، منهم الإمام علاء الدين الباجي. علاء الدين الباجي هذا تلميذ العز بن عبد السلام ومعاصر للشيخ الإسلام برضه، مولده 631 وفاته 714، كلهم في أواخر القرن السابع وأوائل القرن الثامن كلهم يعني. فعلاء الدين الباجي أجاب على القصيدة يعني بجواب في 15 بيتا، مطلعها: أيا عالما أبدى دلائل حيرة يروم اهتداء من أهيل فضيلتي. ده مطلع تائية اللي هي الباجي. وهناك الجواب الثاني كان ناصر الدين شافع بن عبد الظاهر العسقلاني، مولود 649 متوفى 730، وتائيته مطلعها: سألت ولم تعرف وكم من مباحث جرت من أهيل العلم في ذي الحقيقة إلى آخره، في 7 أبيات فقط. يعني تلاحظون أكثر الأجوبة يعني مختصرة. ومنهم شمس الدين بن اللبان الشافعي رحمه الله، مولود 685 وفاته 749، ومطلعها: ألا بعد حمد الله بال البرية على ما هدانا من كتاب وسنة، في 28 بيتا. والجواب الرابع كان لنجم الدين الطوسي الشافعي، ومطلعها: ألا أصغي يا ذمي إن كنت سامعا جواب سؤال رمته بالأدلة، وأجاب في 105 أبيات. هذا تقريبا الجواب الثاني الطويل يعني بعد 105 أبيات لنجم الدين الطوسي. الجواب الرابع لعلاء الدين القونوي، مولود 668 وفاته 729، ومطلعها: حمدت إلهي قبل كل مقالتي وصليت تعظيما لخير بريتي، في 25 بيتا. والأخير اللي هو الإمام أبو سعيد بن لب الغرناطي المالكي رحمه الله، توفي سنة 783 وأجاب في 10 أبيات فقط، مطلعها: قضى الرب كفر الكافرين ولم يكن ليرضاه تكليفا لدى كل ملة، إلى آخر الأبيات. اللي يريد منكم يراجعها يعني القصائد القصيرة منها كلها أوردها كاملة من الشيخ الحمد، والطويلة ذكر يعني بعض من أبياتها وأحال على مراجعها إن شاء الله. فإذا هي يعني 7 تائيات يعني معروفة في الجواب على نفس أسئلة هذا الرافضي اللي هو ابن السكاكيني، وكان يعني أفضلها وأتمها، كان أفضلها وأتمها جواب الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نعم. في كل مرة كان يتسكر بذمي؟ لا، هو نفس هو أورد كما سيأتي، قال: أيا علماء الدين ذمي دينكم تحير دلوه بأوضح حجة. هو الأبيات يعني هو ذاكر في أول بيت منها يقول يعني أنا ذمي متحير ودلوني وأجيب عليه، يعني هو يدعي أنه ذمي، يعني كأنه يزعم أنه ذمي ومتحير كيف الله قضى عليه أن يكون ذمية، أن يكون يهوديا أو نصرانيا، وأن الله تعالى يعذبه على ذلك وهو يعني بقضاء الله وكذا، فيذكر الاعتراض على القدر يعني بهذا الاعتراض. قبل أن ندخل في القصيدة يعني نأخذ بعض النبذ كده عن سيرة شيخ الإسلام. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولد سنة 661 وكانت وفاته 728، ولد 661 ووفاته 728 هجري. يعني مما ذكر عن علمه رحمه الله
يقول الحافظ البزار رحمه الله قال: أما غزارة علومه فمنها ذكر معرفته بعلوم القرآن المجيد واستنباطه لدقائقه ونقله لأقوال العلماء في تفسيره واستشهاده بدلائله، إلى أن قال: ولقد كان إذا قرئ في مجلسه آيات من القرآن الكريم يشرع في تفسيرها فينقضي المجلس بجملته والدرس برمته وهو في تفسير بعض آية منها، وكان مجلسه مقدرا بربع النهار. كان درسه ربع النهار يقضيه في تفسير يعني جزء من بعض الآية، يفعل ذلك بديهة من غير أن يكون له قارئ معين يقرأ له شيئا معين، وكان غالبا لا يقطع الدرس إلا ويفهم السامعون أنه لولا مضي الزمن المعتاد لأورد أشياء أخرى في معنى ما هو فيه من التفسير. يعني ينقضي مدة الدرس ربع النهار وهو ما زال في تفسير بعض الآية، وعندهم ما يريد أن يقوله لكن لولا انقضاء الوقت يعني لوصل الكلام في التفسير. قال: ولقد أملى في تفسير قل هو الله أحد مجلدا كبيرا، وفي تفسير الرحمن على العرش استوى نحو 35 كراسة. وأما معرفته وبصره بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قل أن يسأل عن أثر إلا ويبين في الحال حاله وحال أمره وذاكره، يذكر يعني متى يعني يخرج الأثر ويتكلم على أسانيده ورجاله يعني رحمه الله. ومن أعجب الأشياء أنه في محنته الأولى بمصر لما أخذ وسجن وحيل بينه وبين كتبه صنف عدة كتب صغارا وكبارا، وذكر فيها ما احتاج إلى ذكره من الأحاديث والآثار وأقوال العلماء وأسماء المحدثين والمؤلفين ومؤلفاته، وعزى كل شيء من ذلك إلى ناقليه وقائليه بأسمائهم، وذكر أسماء الكتب التي ذكر فيها وأي موضع هو منها، كل ذلك بديهة من حفظه. لم يكن عنده في سجنه كتاب يطالعه. قال: ونقبت واختبرت واعتبرت فلم يوجد فيها بحمد الله خلل ولا تغيير. يعني كل مؤلفاته التي ألفها في السجن مجلدات طويلة وكلها يذكر فيها الحديث، والحديث هذا عند النسائي ويذكر أسانيده وعند فلان، يتكلم في الرجال والتراجم وكذا، ويعزو المذاهب إلى الفقهاء، وكله من بديهته وليس عنده كتاب. واختبرت بعد ذلك يعني وقرن المذاهب التي يحكيها، رجعت كتب المذاهب وكذا، فلا ينقل قولا إلا وهو موجود كما نقل يعني رحمه الله. فهذا مما ذكر في علمه وإمامته، لذلك يعني شهد له بالإمامة والعلم. الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله من شيوخه، والحافظ ابن سيد الناس اليعمري، ويعني خصومه قبل أتباعه يعني كانوا يشهدون له بالإمامة في العلم رحمه الله. أما بالنسبة لعبادته رحمه الله تعالى، فمما يعني يذكر في عبادته يعني رحمه الله، قال تلميذه ابن القيم قال: حضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار، ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي، لو لم أتغد سقطت قوتي. هذه غدوتي، لازم يذكر الله إلى من الفجر إلى نصف النهار، وبعدين يعطي الدرس مقدار ربع النهار يعني. وقال البزار رحمه الله قال: أما عن تعبده فإنه قل أن سمع بمثله، لأنه قد قطع جل وقته وزمانه فيه، إلى أن قال: كان في ليله متفردا عن الناس كلهم خاليا بربه عز وجل ضارعا مواظبا على تلاوة القرآن الكريم، وكان إذا ذهب الليل وحضر مع الناس بدأ بصلاة الفجر يأتي بسنتها قبل إتيانه إليهم، وكان إذا أحرم بالصلاة تكاد تنخلع القلوب لهيبة إتيانه بتكبيرة الإحرام، فإذا دخل في الصلاة ترتعد أعضاء حتى يميل يمنة ويسرى رحمه الله. وأما عن حسن خلقه رحمه الله فيقول الإمام القيم رحمه الله: كان بعض أصحابه الأكابر يقول: وددت أني لأصحابي مثله لأعدائه.
يقول يعني أتمنى يكون خلقي مع أصحابي مثل خلق ابن تيمية مع أعدائه رحمه الله. قال وما رأيت، يقول ابن القيم وما رأيته يدعو على أحد منهم قط، وكان يدعو لهم لأعدائه. وجئت يوما مبشرا له بموت أكبر أعدائه وأشدهم عداوة وأذى له، فنهرني وتنكر لي واسترجع، ثم قام من فوره إلى بيت أهله فعزاه. وذكر أن هذا كان رجلا من القضاة، يعني كان من غلاة الصوفية وكذا، وكان يشي بشيخ الإسلام عند السلاطين وتسبب في سجنه، وكان يريد من السلطان أن يقتله ويفتي به. ومع ذلك يعني لما مات هذا الرجل فيقول يعني قام من فوره إلى بيت، استرجع شيخ الإسلام رحمه الله، وقام من فوره إلى بيت أهله فعزاه وقال إني لكم مكانه، ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه رحمه الله. ويقول البزار رحمه الله لو سئل عامي من أهل بلد بعيد من الشيخ من كان أزهد أهل هذا العصر وأكملهم في رفض فضول الدنيا وأحرصهم على طلب الآخرة لقال ما سمعت بمثل ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومما ذكروا في تواضعه رحمه الله قال ما أما تواضعه فما رأيت ولا سمعت بأحد من أهل عصره مثله في ذلك، كان يتواضع للكبير والصغير والجليل والحقير والغني والغني الصالح والفقير، وكان يدني الفقير الصالح ويكرمه ويؤنسه ويباسطه بحديثه المستحلى زيادة على مثله من الأغنياء، حتى إنه ربما خدمه بنفسه وأعانه بحمل حاجته جبرا لقلبه وتقربا بذلك إلى ربه. كان لا يسأم ممن يستفتيه أو يسأله، بل يقبل عليه ببشاشة وجه ولين عريكة، ويقف معه حتى يكون هو الذي يفارقه، كبيرا أو صغيرا، رجلا أو امرأة، حرا أو عبدا، عالما أو عاميا، حاضرا أو باديا، ولا يجبهه ولا يحرجه ولا ينفره بكلام يوحشه، بل يجيبه ويفهمه ويعرفه الخطأ من الصواب بلطف وانبساط. وذكر قال يعني أما كرمه رحمه الله تعالى فكان مجبولا على الكرم لا يتطبعه ولا يتصنعه، بل هو له سجية رحمه الله. ما شد على دينار ولا درهم قط، بل كلما بل كان مهما قدر على شيء من ذلك يجود به كله رحمه الله. معروف أن شيخ الإسلام رحمه الله لم يكن له زوجة ولا له يعني رحمه الله يعني لم يتزوج رحمه الله، حتى كان لا يعمل، كان إخوته كانوا له إخوة يعني ميسورين وكذا، وكانوا ينفقون على يعني يرسلون له الطعام، يرسلون حتى الشيء اللي يرسلونه له يتصدق بأكثره رحمه الله. وكان لا يرد من سأله شيئا يقدر عليه من دراهم ولا دنانير ولا ثياب ولا كتب ولا غير ولا كتب ولا غير ذلك، بل ربما كان يسأله بعض الفقراء شيئا من النفقة، فإن كان حينئذ متعذرا لا يدعه يذهب بلا شيء، بل كان يعمد إلى شيء من لباسه فيدفعه إليه. كان عنده دراهم ولا دنانير يعطيها له، مرات يسألونه وليس عنده شيء فيخلع شيء من ملابسه ويتصدق به على الفقير. وكان ذلك هو المشهور من حاله عند الناس من حاله. قال وحدثني من أثق به أن الشيخ كان لا يرد أحدا يسأله شيئا من كتبه، بل يأمره أن يأخذ هو بنفسه ما يشاء منه. أخبرنا أنه جاءه يوما إنسان يسأله كتابا ينتفع به، فأمره أن يأخذ كتابا يختاره. كان مرات يطلبون منه كتب، فندخل المكتبة وأي كتاب يعجبك خذه. فقال لأمره أن يأخذ كتابا يختاره، فرأى ذلك الرجل بين كتب الشيخ مصحفا قد اشتري بدراهم كثيرة، فأخذه ومضى. راح اختار مصحف، يعني كان أهدي للشيخ مصحف نفيس وكذا، راح اختار هذا المصحف وأخذه. قال ومضى، فلام بعض الجماعة الشيخ في ذلك، فقال أيحسن بي أن أمنعه بعدما سأله؟ دعه فلينتفع به.
وكان ينكر إنكارا شديدا على من يسأل شيئا من كتب العلم ويمنعها من السائل، ويقول ما ينبغي أن يمنع العلم ممن يطلبه. حتى يعني أكثر كتب شيخ الإسلام رحمه الله كانت يعني كان يسألونه كثير منها كان أجوبة على مسائل، يعني يسأل سؤالا فيكتب الجواب الطويل في كراس أو كذا ثم يعطيه للسائل فيأخذه ويذهب به من بلاد شتى، يعني تفرقت كتبه لجاي من العراق ولجاي من مصر ومن اليمن ومن أقاصي البلاد، فيسألونه فيكتب له الجواب في كراس كبير ثم يعطيه الجواب ليس عنده نسخة منها. فوجدت يعني جمعة كتبه متفرقة من بلاد شتى. وأما شجاعته رحمه الله فقال قال الإمام ابن القيم رحمه الله: علم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط. وكان مع ما كان فيه من الحبس والتهديد، وقال الإمام ابن القيم كان مسجونا معه في السجن في بعض الفترات، السجن كثيرا رحمه الله، في مرات في سجنه كان رفيقه في السجن الإمام ابن القيم. قال: كان مع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا تلوح نظرة النعيم على وجهه. كنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم أبوابها في دار العمل، إلى آخر كلامه. وقال البزار رحمه الله: ما رأيت أحدا أثبت جأشا منه ولا أعظم عناء في جهاد العدو منه. كان يجاهد في سبيل الله بقلبه ولسانه ويده ولا يخاف في الله لومة لائم. وأخبر غير واحد أن الشيخ كان إذا حضر مع عسكري المسلمين في جهاد يكون بينهم واقيتهم وقطب ثباتهم، إن رأى من بعضهم هلعا أو رقة أو جبانة شجعه وثبته وبشره ووعده بالنصر والظفر والغنيمة وبين له فضل الجهاد والمجاهدين، إلى آخر كلامه. قال: وكان إذا ركب الخيل يتحنك، يعني يلف العمامة تحت حنكه، ويجول في العدو كأعظم الشجعان، ويقوم كأثبت الفرسان، ويكبر تكبيرا أنكى في العدو من كثير من الفتك بهم، ويخوض فيهم خوض رجل لا يخاف الموت. حدثوا أنهم رأوا منه في فتح عكة أمورا عظيمة يعجز الواصف عن وصفها، وكان السبب ولقد كان السبب في تملك المسلمين إياه بفعل ومشورته وحسن نظره رحمه الله. كان في عهد السلاطين الأيوبيين، يعني فقير عكا من الصليبيين، فقتل الصليبيين وقتل التتار رحمه الله. وكان هناك موقعة مشهورة اللي هي موقعة اسمها ايه؟ لا لا، في موقعة مع التتار، يعني كانت فكانت موقع شهيرة يعني مع التتار، شارك فيها شيخ الإسلام رحمه الله، وكان سببا في صد هجومهم على الشام، يعني كانوا جاءوا لغزو الشام بجيش كبير وكذا، وهو الذي شجع المسلمين، له الفتوى المعروفة اللي هي فتوى التتار. التتار كانوا يرفعون المصاحف فوق رؤوسهم ويدعون الإسلام، فقال: لو رأيتموني في هذا الجانب وعلى سيف المصحف فاقتلوني، وأمرهم بقتال التتار، وأنهم خرجوا عن الدين ويعظمون كتابهم الياسك وأنهم يحاربون الإسلام المسلمين. شجع الناس وحثهم على القتال، وكان يعني من أول من بدأ في القتال يعني رحمه الله. فهذا يعني هذه نبذ يعني من سيرته العطرة رحمه الله ورضي عنه. طبعا تلاميذ الشيخ الإسلام رحمه الله يعني خرج مجموعة من كبار أئمة المسلمين، يعني من تلاميذه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، والحافظ الذهبي رحمه الله، والحافظ ابن كثير المفسر رحمه الله، والإمام ابن مفلح من كبار يعني فقهاء الحنابلة رحمه الله، كان من تلاميذ شيخ الإسلام. الحافظ جمال الدين المزي كان يعني أكبر من شيخ الإسلام سنا، لكنه كان
يستفيد من شيخ الإسلام، وكان يعد نفسه وكأنه من تلاميذه يعني رحمه الله. كان الإمام الذهبي الحافظ الذهبي رحمه الله كان يقول يعني لو كلفت أن أحلف بين الركن والمقام أنه ما رأت عيناي مثله ولا رأى هو مثل نفسه لحلفت غير حامث. يقول لو كلفت أن أحلف بين الركن والمقام من عند الكعبة تعظيما لهذا الحلف يعني أني ما رأيت مثله. مع أن الحافظ الذهبي رحمه الله له أكثر من 300 شيخ يعني، ورحل في مشارق الأرض ومغاربها، قرأ القراءات العشر على كبار القراء، والحديث يعني ما ترك محدثا يعني إلا ورحل إليه وأخذ عنه الفقهاء الشافعية وكذا. ومع ذلك يعني يقول ما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه رحمه الله. وكان يذكر أنه كان يعني أيضا هذا ما يذكره الذهبي رحمه الله عن شيخ الإسلام أنه كان يناظر الفقهاء في مذاهبهم يعني، فيقول يعني كان لا يناظر فقيها في مذهبه إلا أفاده في مذهبه أكثر يعني. هو يذكر مناظره يذكر حججه فهو يزيد حججا إيه عنده لا يعلم بها يعني مناظره، وينقل له أقوالا في مذهبه يعني يقوي حجة خصمه ويعطيه يعني ثم يكر عليها يعني بالجواب، فيخرج يعني مناظره قد استفاد في مذهب نفسه أكثر مما يعني استفاد من مناظرته له. كان رحمه الله كان يمر يعني في تفسير القرآن الكريم كان يطالع أكثر من 100 تفسير يعني، كل آية كان يحضر يعني تفسيرها يعني من أكثر من 100 تفسير، ثم لا تشفي غليله يعني بعد ما يقرأ 100 تفسير يشعر أنه لسه يعني في أشياء في الآية ما ذكرت في هذه التفاسير، فيصلي ويسجد لله تعالى ويخر ساجدا ويقول اللهم يا معلم إبراهيم علم ويا مفهم سليمان فهم، حتى تفتح عليه أشياء يعني لم يجدها فيما قبله من التفاسير ويذكرها. شيخ أبو بكر تعود الطلاب للشيخ من طلابه يعني منهم ابن القيم رحمه الله ومنهم الحافظ الذهبي والحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله من حفاظ الحديث الكبار، الحافظ ابن عبد الهادي والحافظ المزي الحافظ ابن كثير رحمه الله يعني قالوا في جنازته كان كبار حفاظ المسلمين وأئمتهم يعني كان فيه، والحافظ كذلك الإمام ابن مفلح رحمه الله. كان ابن تيمية دائما كان يقول له أنت مفلح لست ابن مفلح، لما كان يجي يقول له وكان يقول يعني ما تحت أديم السماء أعلم هذه كلمة ابن تيمية في ابن مفلح يعني يقول ما تحت أديم السماء أعلم بفقه أحمد من ابن مفلح، لكنه مع ذلك كان تلميذه وكان يروي عن شيخ الإسلام كثيرا. نعم؟ نعم، هو عاش يعني هاجر به أصله من حران اللي هي في العراق أصل أسرته يعني، لكن هاجر يعني أباؤه وأجداده هاجروا إلى دمشق الشام، وحياته قضاها يعني القسم الأول من حياته في دمشق، وقضى فترة من حياته في مصر يعني كان بين دمشق ومصر يعني، وسجن في دمشق وسجن في مصر يعني بسبب يعني الحسد، وكان يشون به عند السلاطين وكذا ويعتبرون، وهو سبحان الله يعني لما قدر يعني السلاطين مرات يعني كان يأتي السلطان مثلا في يعني هو كان له بعض من ناظره ومناقشه من يعني من غلاة المتصوفة وبعضهم من المتعصبين للأشاعرة وكذا، فكان يرد عليه فكان يشون به عند السلطان ويكفرونه ويفتون بإباحة دمه وحبسه وكذا، فربما سجن ثم يأتي بعده السلطان يعني كان يأتي بعض السلاطين ممن هم يؤيدون شيخ الإسلام وينصرونه، فإذا جاء يعني يخرجه من السجن ويعتقل خصومه وأعدائه نفس القضاة اللي هم كانوا تبع السلطان اللي قبله وكذا، فيؤتى به واستفتوه في قتل خصومه وفي حبسه وحبسوا يعني، جاء السلطان واحد من السلاطين كان من أتباع شيخ الإسلام ولما تولى السلطنة فاعتقل خصومه كله واستفتاه في قتله، فظل شيخ الإسلام يعني لم يخرج حتى عفى عنهم يعني،
فليقول له يعني هؤلاء فقهاء المسلمين وأئمتهم ومفتوهم كيف كان، مع أن هم اللي كانوا سببا في سجن السنوات، فقال هؤلاء فقهاء المسلمين وأئمتهم ومفتوهم، إن قتلتهم من يفتي الناس ومن يفقه الناس، وظل يعني يتلطف له حتى يعني عفى عنه. ولذلك اللي هو ابن الزملكاني كان من خصوم الإمام السبكي، تقي الدين السبكي، وابن الزملكاني، والقاضي اسمه ابن جماعة، كان يعني بعضهم كان علماء كبار، بس كان بينهم منافسة يعني مع شيخ الإسلام. فلما قدر عليه يعني حتى هم اعترفوا بهذا، يعني قالوا لا يعني قدرنا عليه فسجناه وكذا، لما قدر علينا عفى عنه. نعم. فحتى يعني لما أتي بهم عنده في حضرة السلطان فقال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، وخرجوا معه يعني. هل هو الشيخ كردي؟ والله كان يعني هو كان نميري، هو شيخ الاسلام رحمه الله نعم، في نسبه يذكر انتسابه الى بني نمير يعني قبيله عربيه نمير. ما علاقه تيميه بعمر؟ تيميه قالوا اسمه جده له، يعني كانت كانها ولدت في تيماء، منطقه تيماء سموها تيميه، فدي واحده من جداته يعني، فالاسره اشتهرت يعني جدته ونسبه. وكذلك يعني هو رحمه الله كان من أسرة علم، يعني كان أبوه وجده إمامان كبيران، أبوه وجده كان إمامين كبيرين، يعني جده اللي هو الإمام أبو البركات عبد السلام، أبو البركات ابن تيمية رحمه الله عبد السلام إمام كبير يعني من كبار أئمة المذهب يعني وفقهائه، وكذلك والده الشيخ عبد الحليم. ويوجد كتاب في اصول الفقه اشترك في كتابته هو وابوه وجده، يعني هو كتاب المسوده، قال لها مسوده آل تيميه في اصول الفقه، يعني الكتاب من كتاب جده ابي البركات، وبعدين اتمه الابن اللي هو عبد الحليم، ثم اكمله احمد يعني احمد بن عبد الحليم رحمه الله. شو يأخذ؟ نعم. ما شو يأخذ؟ شيوخه يعني منهم طبعا أبوه، ومنهم الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله أحد شيوخه، وله شيوخ آخرون كبار. هو أخذ يعني عن أصحاب ابن قدامة، عن تلاميذ يعني أخذ عن تلاميذ ابن قدامة، مجموعة من تلاميذ ابن قدامة وتلاميذ عبد الغني المقلسي، هذه الطبقة يعني أخذ عن أصحابه. بقي وقت على المغرب ولا؟ بقي. نعم. نبدأ بالسؤال، يعني هنا السائل يقول، يقول السائل إيه؟ اللي هو من السكاكين هذا، يقول أيا علماء الدين، الأول نقرأ السؤال يعني نوضح معناه ثم نقرأ الجواب لاحقا. قال أيا علماء الدين ذمي دينكم تحير دلوه بأوضح حجتي، أيا علماء الدين ذمي دينكم تحير دلوه بأوضح حجتي، يعني يا علماء دين الإسلام، أيا علماء الدين يعني يا علماء دين الإسلام ذمي دينكم، والذمي هو الكتابي المعقود له عقد الذمة، كتابي المعقود له عقد الذمة. يعني الكفار يعني منهم الحربي ومنهم الذمي ومنهم المعاهد ومنهم المستأمن أو المستأمن، يعني يقسم الفقهاء الكفار يعني إلى أربعة أنواع. فهناك الكافر الذمي اللي هو يمكن أن نسميه المواطن، يعني اللي هو المواطن في الدولة الإسلامية، الكافر الذي يكون مواطنا في الدولة الإسلامية، كانوا في العادة يعني يعقد لهم عقد الذمة، يعني كأنه عقد مواطنة، يعني هو من مواطني الدولة الإسلامية ومن أهلها، ويدفع الجزية لخليفة المسلمين، وكانت الجزية يعني تقريبا حوالي دينار عن الرأس، يعني دينار مرة في السنة، دينار عن الرأس، وكانت تؤخذ فقط من الرجال
الأغنياء القادرين، لا تؤخذ من النساء ولا من الأطفال ولا من المرضى والعاجزين عن الكسب وكذا، وإنما الأغنياء القادرين على الكسب يؤخذ منهم دينار عن الرأس، يعني مرة في السنة، وهذا يعني أقل بكثير مما يؤخذ من الزكاة من المسلمين. فهذا من رحمة الإسلام يعني، ويقيمون في دولة الإسلام والمسلمون يتعهدون لهم بالحماية والنصر ويعيشون في بلاد المسلمين. هناك الكافر المستأمن، أو يقال له المستأمن أو المستأمن، يعني أحسن قول المستأمن، اللي هو الذي له عقد أمان، يعني أمنه المسلمون وطلب الأمانة من المسلمين فأمنوا يعني، فهو مستأمن يعني طالب الأمانة من المسلمين وقد أمنه المسلمون أيضا. فهو المستأمن اللي هو الذي دخل بلاد المسلمين ليس يعني من أهلها الأصليين، ولكنه دخلها بأمان، اللي هو يشبهه في عصرنا الحاضر اللي هو زي الفيزا يعني أو التأشيرة، يعني سمح له على حدود الدولة الإسلامية بدخولها بأمان، إما داخل للتجارة أو داخل التعلم في بلاد المسلمين أو للتجارة أو للسياحة أو لغير ذلك، فهو إيه مستأمن. فالمستأمن أيضا معصوم الدم والمال، لا يعتدى عليه، والذمي كذلك يعني من آذى ذميا فأنا خصيمه يوم القيامة، النبي عليه الصلاة والسلام. ثم هناك المعاهد، المعاهد اللي هو يعني من دولة بينها وبين المسلمين معاهدة، من دولة بينها وبين المسلمين معاهدة. يعني المستأمن قد يكون من بلد، يعني قد تكون بلده محاربة للمسلمين، يعني ليس بين بلده وبين المسلمين عهد، ولكن هو كشخص له عهد أمان، له عقد أمان مع المسلمين، لما دخل بفيزا أو كده. لكن المعاهد اللي هو أصلا بين بلده وبين المسلمين، من قوم بينهم وبين المسلمين معاهد، أنهم لا يعتدون على المسلمين ولا يعتدي المسلمون عليه، يعني مثل قريش لما صالحهم النبي عليه الصلاة والسلام صلح الحديبية، ومن دخل في حلف قريش صارت قريش وحلفاؤها معاهدين، لا يعتدي عليهم المسلمون ولا يعتدي المسلمون عليهم، سواء في بلدهم أو خارج بلاد المسلمين، حتى لو وهم في بلادهم أو إذا دخلوا بلاد المسلمين. ثم هناك الحرب اللي هو بلده ليس بينها وبين المسلمين عهد، وليس هو مواطنا في البلد الإسلامي ولا هو مقيم في البلد الإسلامي، يعني بإقامة شرعية سمح له بالدخول والإقامة. فهذا الحربي اللي هو بلده ليس بينها وبين المسلمين عهد، لم يعاهدهم المسلمون أن يكفوا عن قتالهم، ولا هو يعني دخل بلاد المسلمين بأمان، ولا هو مقيم في بلاد المسلمين، ولا هو من مواطنيها، فهذا يقال له الحرب. فهنا يقول يا علماء الدين ذمي دينكم، طبعا هنا هو يعني هو يقصد سؤال يهودي أو نصراني، يعني مش عموما يعني، لكن الغالب أن اليهود والنصارى في بلاد المسلمين يكونون ذميين، يعني هذا الغالب عليه، فأطلق هذا الوصف يعني أراد الغالب الحال. تحير من الحيرة، وهي التردد والشك من غير رجحان أحد الطرفين على الآخر، دلوه يعني بينوا له بأوضح حجة، الحجة اللي هي أرشدوه بالحجة القاطعة يعني بالبرهان أو الدلالة المبينة القاطعة الموصلة إلى المدلول جزما. هذا اللي كان البيت الأول، ممكن نصلي المغرب صلاة ونكمل هذا. صلى الله وسلم على نبينا محمد.